نمر إلى خبر آخر، حيث زار اليوم الطاقم الإداري لمتوسطة مني محمد رفقة تلاميذه النجباء من بلدية الهرانفة بولاية شلف. زاروا مقر النهار حيث طافوا في معظم أقسامها المختلفة وتعرفوا عن قرب لكيفية تسيير أو سير العمل اليومي لتلفزيون النهار، وكانت لهم فرصة سانحة للاقتراب من جل الصحفيين وطرح ما استشكل عليهم من خبايا الإعلام. هم شباب مش المرشح اللي كان وأشكر كل قناة النهار على كل هذا الاستقبال اليوم، وأتمنى لكم المزيد من النجاحات إن شاء الله. أشكر قناة النهار على حسن الاستضافة وأتمنى لهم كل الارتقاء والاحترافية إن شاء الله. بالنسبة لميس هي كانت صحفية مفضلة بالنسبة لي، كانت القدوة والمثل الأعلى، لذلك كانت أمنيتي ولو أراها ولو مرة في حياتي، والحمد لله تحقق حلمي. وتعتبر من أول قناة وطنية إخبارية أو وطنية، نتمنى لها إن شاء الله تكون أول قناة إخبارية ودولية إن شاء الله. ونشكر الفريق الشاب. جئناكم بمعية التلاميذ النجباء، كل ما نتمناه لقناة النهار مزيد من التألق، مزيد من النجاحات، مزيد من التميز، ومزيد أيضا من الاحترافية في العمل.